اهلا بحضراتكم من جديد، وارجع لضيوفي كابتن ايمن صدقي. حضرتك كنجم من نجوم نادي الاتحاد، انا يعني من وجهه نظري، ما اعرفش حضرتك تتفق معايا ولا لا، انا شايف النهارده حكام المباراه، مش عشان الاهلي كسب والله، انا بتكلم بامانه، حكام المباراه سواء يعني الاجانب او الحكم المصري، الحقيقه كان النهارده الاداء جيد، وشايفهم هم نجم اللقاء ده، وجهه نظري يعني. انا اتفق معاك ان الحكام كانوا كويسين جدا النهارده والماتش اللي فات. يعني انا حابب بس اتكلم عن الماتش اللي فات في نقطه معينه، ان حتى لو كانت في قرارات اتراجع فيها في الاي ار اس، فده برضو ده معناها ان كابتن وائل ما عانتش. خلي بالك، هو كان ممكن يصر على قراره لان ده كان اللاين بتاعه. انما انا موافقك تماما، الحكام النهارده كنا بنتكلم قبل ما نطلع على الهواء ان هو ده التحكيم بتاع الباسكت، وهو ده الريتم الواحد، الليفل الواحد. كنا بنتكلم نقول ان الحكام زي ما بتصفر في اول دقيقه في الماتش، زي ما بتصفر في الدقيقه 40، زي ما بتصفر في الاوفر تايم، زي ما بتصفر والنتيجه تعادل، الحكم الف ب بيعلموه انت مالكش دعوه بالسكور، مالكش دعوه بالتايم. شايفه صفر النهارده، فاضل ثانيه، فاضل خمسه، فاضل اربعه، بيشوط من ثلاثه بونت، كل الكلام ده، وهم ده الناس طبقته. بس لازم احيي كمان عمرو ابو علو، لان هو ما حسسناش ان في حكم مصري ثالث. صحيح، خلي بالك احنا متفقين ان في غلطات من الحكام الاجانب. طبعا كنا بنتكلم نقول ايه مثلا في التكنيكال فاول الاخير بتاع احمد عادل، انا شايف انها فورسنج على المهاجم الاهلي، وانت شايف انها تكنيكال فاول، فالحكم هياخد القرار في ثانيه، خلاص هو ده قراره. الميزه النهارده اللي منجح الحكام، لو احنا بنقول عليهم ناجحين، اللي منجحهم ان اللعيبه ايقنت ان ما هم مش هيرجعوا في قرارهم، وان انت تروح تكلمه، وان انت تروح تشوح له، وان انت تروح تساله ليه حسبت كده، الكلام ده مش هيحصل، الكلام ده مش هيحصل. يعني حتى التكنيكال فاول اللي اتحسب على مصطفى عصام وهو بيشوط الثلاثة بونت، الحكم ما راحش حتى للاي ار اس عشان يتاكد ان قراره صح ولا لا، هو الحكم واقف جنبه وشايف ان دي فلوبينج او سيميليشن زي ما الناس بتقول، سي فلوبينج، فخلاص حسب الفاول بتاعه. اللعيبه خلاص التزمت، احنا عايزين هو ده اللي يحصل عندنا في كل مباريات الدوري من اول مباراه التمهيدي. عايز يحصل ده في الحكام الاجانب. لا العمليه مشتركه. بس انا بحمل طبعا، كنت بقول يعني دايما كلمه ان اداريات المباراه هي اللي بتخلي الحكم يظهر كويس. بمعنى يا كابتن اداريات المباراه، بمعنى يعني خلينا حضرتك اداره المباراه دي كلمه مش ما بتبقاش اداره الجمهور. المباراه جزء الاداري وجزء الفني. احنا عندنا الحكام عندنا، يعني حتى كنا اتكلمنا في كوره في عمرو ابو العول راجع بيتكلم مع اوجستي وبيشرح له ليه هو حسب كوره كده، الكلام ده مش موجود في التحكيم. الكلام ده الحكم بيصفق قراره. احنا رحنا حللنا مباراه ريال مدريد وبرشلونه في نهائي كاس اسبانيا، احنا ما شفناش غير الحكام بتصفر، ما شفناش اعتراض، ما بقولش ما بيغلطوش، بس كميه الاعتراضات اللي عندنا وكميه الضغط على الحكام من كل المدربين، عشان بس كلامي ما يتفسرش ان هو طبيعي. موجه لحد، لا من كل المدربين، وانا بقول ان الحكام بتسمح للناس انها تعمل الكلام ده. احنا النهارده ما شفناش مثلا لعيب نزل بعد التايم اوت ووصل لغايه نص الملعب، لعيب او اداري او كل الناس اللي كانت بتنزل الملعب قبل كده نزل وراح للحكام وعمال يسالهم والكره دي اتحسبت ليه، الكلام ده ما حصلش. ما شفناش حكم بعد ما صفر صفاره راح بررها للجهاز الفني، للجهاز الفني، هو الراجل ادى التكنيكال فاول وراح نفذ، وادى التكنيكال فاول الثاني وراح نفذ، وادى في التكنيكال فاول على احمد مهيب وراح نفذ، واحمد مهيب ما يعني هو ده الباسكت. بس زي ما بقول لك، انا دايما بلوم على الحكام في حته الاداريات، في الحته دي فنيا هقولها عشان ده حقهم عليا، لا حكامنا بيحكموا كويس في كاس العالم وبيطلبوا بالاسم، دي حقيقه لازم نقولها لهم زي ما بنلوم عليهم في حاجات. طب ليه هنا في المحلي ما بيبقوش على اداء؟ يعني طبعا كل التحيه لحكامنا ومصريين واحنا واقفين في ظهرهم، بس ليه حتى في كره القدم ليه الحكام المصريين يعني ما بيبقوش بالاداء المتوقع؟ النهارده لو الحكم طبق القانون والناس عارفه ان هو هيطبقه ايا كانت الظروف ايا كانت نتيجه المباراه، الدنيا هتتظبط. انما طول ما زي ما بقول لك اهم حاجه منجحها حكام النهارده ان هو اللي صفره فاول في اول 10 ثواني في المباراه هو نفس الليفل اللي صفر بيه فاول في اخر 10 ثواني في المباراه. يعني كنا حتى مفيش كنا بنتكلم ان كان في كوره راحت لنادي الاتحاد، الراجل ده عمل لياب على الباسكت، وكلنا قلنا ان دي فيها احتكاك، بس هو الحكم شايف ان الاحتكاك ده هو ما صفروش طول الجيم، بالظبط اتردد بفاول كاونت للنادي الاهلي وصفرها فاول. هنا نجاح الحكام ان لعيبه نادي الاتحاد ما اعترضتش لا في الفاول اللي ما اتحسبش عليها ولا في الفاول عليها. ونفس الكلام النادي الاهلي، انا بقول لك احنا دلوقتي مش فاكرين ان حصل، بس كان في تكنيكال فاول على احمد مهيب، تكنيكال فاول اتصفر وتنفذ وتلعب في اقل من دقيقه، مفيش اعتراض في اقل من دقيقه خلاص، وعلى فكره واللي حسب الحكم المصري
فخلاص ساعتها احنا قلنا ايه؟ قلنا اكيد في حاجه اتقالت خلاص. وخد قصدي وخد القرار وانتهى. الله يفتح عليك يا كابتن والله. كابتن ميشو يمكن اجي لك النهارده. اداء المدربين احنا بنحلل كل المنظومه اللي كانت في الملعب. الحكام كابتن ايمن مشكورا يعني زي ما بيقولوا افادنا جامد واوجز في الكلام. ولكن النهارده المدربين شايف اداره المباراه من كده المدربين ازاي؟ الاداره النهارده اختلفت عن الجيم الاولاني تماما. يمكن احنا الكلام ده قلناه من قبل ما يبدا الجيم وانا قلت لك ان هيبقى في سيناريو مختلف. يمكن النهارده النادي الاهلي مستر اجوستي لعب الجيم بحد كبير بتركيز اعلى وبثقه وبحرص. نعم. الجيم الاولاني ما كانش عنده الحرص، كان في نوع من الثقه الزياده اللي هي خليته. حسيت ده انت كده في المباراه الاولى حسيت ان في ثقه شويه في ثقه زياده تماما. هنا الجيم النهارده لا، الجيم النهارده لا. والدليل حتى في اداء اللاعبين، يعني حتى اللاعبين لما حسوا بالحرص اللي شغال بيه مستر اجوستي النهارده الاداء بتاع النادي الاهلي اختلف في كل حاجه. سكور توزع على الكل، اداء على الكل، النسبه بتاعه الريباوند اللي كانت برده عامله مشكله النهارده بالعين المجرده احسن بالظبط. اختلفت نسبه الثري بوينت، حتى قدروا يوقفوا نادي الاتحاد شويه غير النسبه. بس برده يا بيشو انا يعني مش قادر عايز يعني انا سمعت كابتن طاهر برده مشكورا قال وكابتن سلعاوي ليه 26 بوينت دروب في سكور النادي الاتحاد؟ مش هنقول 26، نقول مثلا خلينا لو قال حط 80 نقطه 75 نقطه، عندنا دروب 15 نقطه في سكور النادي الاتحاد. هل ده راجع برضو لعدم مشاركه الاجنبي ولا عشان اللي خدوا الوقت بتاع المحترف ما كانوش موفقين شويه؟ هو التعويض النهارده تعويض كوري كان صعب. النهارده انت جاي تعوض كوري بلعيب ما بقاله فتره ما بيلعبش، خلينا يعني ما هدي برضو انت يعني مش جايب واحد مثلا ان هو كان بيلعب وغيرت مثلا البوزيشن بتاعه او عطيته الوقت بتاعه فزودت فاوريدي هو في الملعب. لا، انت جايب واحد مش موجود ما بيلعبش، فالنهارده انت مستني منه تعويض. يبقى احنا بنظلم واحد زي حاتم البحيري، احنا بنظلمه النهارده. عايزه هيعمل ايه يعني؟ هو اوريدي مشاركش في المباراه الاولى، حتى الطبيعي بتاعه مش هو الاسكور يعني. حاتم مش من اللعيبه اللي عنده شوطه مثلا او نسبه عاليه، مش هيقدر. انت النهارده لعيب جيد اكيد يعني، لعيب كويس تماما، بس النهارده ما تحطوش او ما تزنقوش. اختبار صعب كان جدا يعني صعب. النهارده انت بتحطه في الحته دي. النهارده يمكن ميدو واحمد عادل اللي هم حاولوا ياخدوا. لا بس دول فرق مع الاتحاد يا ميشو جدا، دول فرق. خليني اقول لك اسماعيل برضه محتاج اقول لك حاجه في النقطه دي. بالعكس يعني احنا بنتكلم عن ال 15 بونت. هو يعني لو بصيت على الستاتس بتاعت كوري ويبستر في جيم 1 هتلاقي ان هو جايب 3 من 10 3 بوينت و3 من 11 2 بوينت و2 من 3 فري ثرو. هل اي لاعب من اللعيبه المصريين اي مدرب هيصبر عليه كل الترايز دي؟ نعم. عشان يعمل لك النسبه دي انت بتتكلم. نعم. في راجل كوري ويبستر اللي هو كان اعلى مسجل للاتحاد ب 17 نقطه، شايط 10 3 بونت جايب 3، شايط 11 ميديم شوت وجايب 2. انا فهمت حضرتك عايز تقول، فاهم قصدي ايه؟ يعني مش يعني انت النهارده اي اسم كان، مش هقول اسم عشان ما يبقاش موجه الكلام ليه، هل انت هتسمح يعني احنا بنتكلم النهارده ان كوري ويبستر يعني شايط 10 12 3 بوينت، يعني هو كل كورتر بيشوط 3 بونت، 3 تصويبات. هل انت النهارده يعني لو لعيب مصري نزل اول كورتر وشاط 3 تصويبات واخطاهم، هل انت هتصبر عليه نفس الوقت اللي كنت هتديه لاجنبي؟ هو ده الفرق. هو ده الفرق. انت بتقارن بين واحد اخذ 33 دقيقه وحط فيهم 17 بونت هو اسمه المحترف، وبتقارن بين لعيب تاني ما بياخدش نفس التوقيتات دي، وفي نفس الوقت بتطلب منه ان هو يعوض لعيب في الملعب. عارف برضو انت لما تبقى في الملعب كابتن هيثم، انت كنت لعيب كبير وعارف لما تبقى في الملعب غير لما تبقى بتقعد على الدكه كتير ومطالب فجاه ان انت تنزل تعوض. ملاحظه في محلها يا كابتن وحييك، بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا عن تغيراتنا المستمره مباراه الاهلي والاتحاد. لسه علينا كلام فني كتير ولكن بعد الفاصل.